فعلا قدمنا اللي تستحق ان هي تكتب عشانك. ده اولا الموضوع عن كده زي ما قلت لك بتاع الموضوع. ثانيا احنا خلصنا النوايا مش بس الكلام اللي بيكتب في كتب التاريخ، لكن باذن الله هيكتب في اعلى عليين يعني، وبه نؤجر في الدنيا وفي الاخره ان احنا كنا من الناس اللي فعلا ربنا جعلها خلافه في الارض، فهم اخذوا هذه الخلافه وحقنها وكانوا من عمار الارض. ثالثا النهارده بقى هنقر اللائحه الطلابيه اللي احنا مستنيينها اللي جت تقرر الحركه بقالنا اكثر من 6 شهور تقريبا. اللائحه دي كان ممكن يقرها البضعه التي بدات الحركه دي، الخمسه سته اللي هم بداوا من الاول من 6 7 شهور، لكن من البدايه البضعه دي كان عندهم انحياز واضح جدا ان مفيش لائحه تقر ولا في حاجه هتخرج الا بموافقه عموم الطلاب اللي موجودين في الحرب. فالنهارده وبعد 6 شهور جايين نقر اللائحه دي لناس كتير زهقت وفضلنا طول ال6 شهور دولت بناخد الكليه دي ونجادل مع بعضينا فين اللائحه؟ اللائحه اتاخرت، اللائحه كذا 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 كذا، لكن مما لا شك فيه ان اقرار اللائحه بواسطه 50 او 60 او 70 ما اعرفش كام العدد بالظبط النهارده، واحد منتخبين من الجامعات يختلف كثيرا او تماما عن ان هذه اللائحه يقرها 4 5 لم ينتخبهم احد. ومما لا شك فيه ايضا ان مجموعه المسودات اللي خرجت من اللائحه خلال ال6 شهور اللي فاتوا، ال4 5 مسودات اللي خرجوا واتناقشوا وخرجوا واتناقشوا وخرجوا واتناقشوا، التاخير ده والفرصه اللي خدناها ان احنا ننزل ونلتحم بالجامعه ونشارك في عمل ميداني حقيقي ادى لان الاراءات والاطروحات تبقى اراءات ناضجه بشكل حقيقي، مش مجرد تنظير في لائحه منفصل تماما عن الواقع وخلاص. النهارده باقرار اللائحه هتنتقل الحركه من سيطره الافراد المؤسسين اللي راكبين على نفس الناس من ساعه ما الحركه بدات لشرعيه الناس المنتخبين اللي الناس اختارتهم عشان هم شايفين ان هم افضل ناس يحملوا هذا المشروع. النهارده برضو باقرار اللائحه هننتقل بالحركه من مساحه اداءات الفرد اللي بيجتهد فيصيب طاره ويخطف طارات اخرى، تمام، لمساحه الشخص اللي بيعمل بناء على لائحه واضحه ملزمه بتحدد علاقاته سواء مع الافراد داخل الكيان او الافراد الاخرين خارج الكيان. حاولنا قدر المستطاع في اللائحه دي سواء في مراحل الصياغه الاوليه اللي شرفت بالمشاركه فيها يعني، او المراحل النهائيه اللي قامت عليها اللجنه المشرفه، ان احنا نخرج لائحه حاكمه لعمل للاجراءات والكلام ده كله، وفي نفس الوقت مش مقيده لمساحات الابداع والابتكار اللي ممكن يكون الطلبه في الحركه محتاجين ان هم يتحركوا ناحيتها. حاولنا ان هي تبقى زي ميثاق بينظم العمل بينا، لكن ما توقفش وما تعيقش التطوير وطرح افكار جديده. انا وانا بخبطكم علمتوا فيه النهارده، انا كان نفسي ابقى عضو مؤتمر عام بس ربنا ما كرمش، فانا بخبطكم علمت فيه النهارده وبدأ ان ربنا يوفقكم. بس بذكركم بحاجه مهمه قوي، حاولوا كل الكلام اللي هنطرحه النهارده وكل المناقشات وكل الاراء تبقى دافع لاقرار هذه اللائحه، وان احنا يكون عندنا لائحه حقيقيه تخرج في الحركه. وخليكم فاكرين حاجه مهمه جدا، انتم ما جيتوش النهارده ممثلين لنفسكم، انتم جيتوا ممثلين لمعرفش الحركه دلوقتي عددها كام على مستوى الجامعات، لكن خلينا نقول تقريبا اكثر من 1500 او 2000 طالب هم قاعدين في بيوتهم دلوقتي معتمدين ان انتم جايين تطرحوا افكارهم ورؤاهم، فاتمنى باذن الله ان انتم تكونوا على قدر هذه المسؤوليه.
هذا الأسبوع نتحمل